كنبغي نشكر قناة نزهة إيديكاسيون اللي الله يجازيها بخير، ما بدون ما نطلب منها وبدون ما من أصلا أنا ما كنتش عارفة هاد القناة، قلبات عليا بوحدها بارطاجاتني عندها في المنتدى، وباقا لحد الآن باقا كتبارطاجيني، في حين أنه بعض القنوات كبيرة ولجأت ليها طلبت منها أنها تساعدني وعطيتها الرابط، ورغم ذلك ما حطت لها رابط لا والو، علما انها وعدتني. ولكن من هنا كيبان لك ان الانسان يوم لك ويوم عليك، الانسان ما يتغرش. اذا شكرا للمتابعين ديولي الاعزاء، ونبداو على بركة الله في الدرس ديالنا. جوبسيرف اي جو ديكوفر. ان هوم افي دي فيس، il prit 10 bâtons, les attacha ensemble et dit à ses fils, l'un après l'autre, brise-les. Aucun des fils n'a pu les briser. Alors, elle sépara les bâtons et en donna un à chacun. Chaque fils put briser son bâton. Alors, le vieux leur dit, si vous êtes séparés, voyez qu'on peut vous briser. Mais si vous êtes unis, personne ne pourra rien contre vous. Soyez donc solidaires, mes fils. إذن هنا هاد النص علاش كيهضر، قالنا هذا واحد الراجل كان عنده 10 الأبناء، لي بخي دي باطون، خدا 10 العصي بحال هكا، واحد العواد شوية صغار. Il les attacha ensemble, جمعهم، يدي à ses fils, l'un après l'autre. قال الأبناء ديالو واحد تلو الآخر، بريز لي، قال لهم كسرهم. وكان دي فيس نا بي لي بريزي، حتى واحد من الأبناء ديالو ما قدر يكسرهم. Alors, elle sépara les bâtons et en donna un à chacun. إذا شد هذوك لي باطون، هذوك العواد، فرقهم وعطاهم للأبناء ديالو. Chaque fils put briser son bâton. كل واحد من ولادو قدر يهرس هذيك العود اللي عطاه. alors le vieux leur dit، اذا قال لهم هذيك العجوز، si vous êtes séparés voyez qu'on peut vous briser. قال لهم شوفوا دابا، ضرب لهم مثال، الا جمع العواد كاملين ما يقدروش يتهرسوا، ولكن ملي فرقهم واحد بواحد يقدروا يتهرسوا. اذا شنو قال لهم؟ ها نتوما شوفوا ملي فرقت هاد العواد، voyez qu'on peut vous briser، يعني الا تفرقتوا راكم بحال هاد العواد، اذا الا تفرقتوا راه يقدر شي واحد يكسركم. مي سي فو زيت اوني بيرسون نو بوغ ريان كونتر فو، ولكن الا تفرقتوا، الا بقيتم مجموعين، راه حتى واحد ما يقدر يدير لكم شي حاجه. سوي دونك توجور سوليدير مي فيس، كونوا دائما متضامنين ابنائي. يعني هنايا الاب كيحاول يوصل لولادو واحد الميساج، هو انهم ما يتفرقوش ويبقاو ديما متضامنين باش ما يقدر حتى شي واحد يهزمهم. اذا هنا قالنا جو مانيبيل اي جو ريفليشي، لسي تيستوار اي راكونت لا اتي كاماراد، قرا هاد القصه وحكيها للزملاء ديالك. اذا هنا القصه حنا قريناها، غتحكيها للاصدقاء ديالك، اذا اشنو غادي تقول لهم؟ ايل ساجي دان نوم، اذا ها هي هنا، ايل ساجي دان نوم اي دو سيدي غارسون، ايل فو لور دوني اون لوسون دو مورال. دابور Elle demande à chacun de casser les 10 bâtons réunis, mais personne ne réussit à le faire. Ensuite, il leur donne les bâtons un par un, et chaque enfant peut casser son bâton. Enfin, il tire une leçon sur l'union et la solidarité. اذا هذا هو بالطريقه ديالك، يعني قراه وعاودو نتا بالطريقه ديالك لي كاماراد ديالك. السؤال الثاني، pourquoi le père a-t-il fait cela؟ اذا علاش الاب دار هاد الطريقه هكا، او علاش مثل الابناء، علاش الاب مثل الابناء ديالو بهاد الطريقه، يعني عطاهم هاد النصيحه بهاد الطريقه. اذا لو بير vous donner une leçon sur la solidarité. هنا راه كاين واحد تيغي صغيره وهنا تيغي صغيره، يعني راني قسمت الكلمه ما قدتنيش تما نكتبها. لو بير فو دوني اون لوسون سور لا سوليداريتي ا سي فيس، بغي يعطي واحد الدرس في التضامن للابناء ديالو. كومون سو تيرمين سيت استوار، اذا كيف انتهت هذه القصه؟
Cette histoire se termine par un conseil, yani intahat bwahed le moral, yani wahed le conseil du père à ses fils, yani wahed nasiha l'ab men l'ab l'abna diou, et leur conseil d'être solidaires et unis dans la vie. يعني النصيحة اللي بغي يوجه ليهم هي أنهم يبقوا دائما متضامنين ومتحدين في الحياة. كيلي لو مو كلي دون سيت استوار، يعني اشنا هو لو مو كلي ديال هاد الاستوار؟ اذا لو مو كلي ديال هاد الاستوار هو لا سوليداريتي، يعني الهدف او الكلمة المفتاحية ديال هاد القصة هي لا سوليداريتي، يعني بحال بغينا نقولوا المغزى العام او المضمون العام ديال هاد القصة هو التضامن. دون دي مو دو لا ميم فامي que celui que tu viens de trouver. Idem, la chenolquina, la solidarité. Idem, rendirou, n'jibdou liha, kalimet, mais la même famille. Idna, solidaire, solidairement, se solidariser. Idem, solidaire, solidairement, se solidariser. Rendezoul, je m'entraîne. Idem, là, entoure le mot solidarité le plus vite possible. Yani, بسرعة. إذن غنقلبوا على سوليداريتي، عندنا هنا سوليداريتي الأولى، ثم سوليداريتي الثانية، سوليداريتي الثالثة، سوليداريتي الرابعة، وعندنا سوليداريتي الخامسة. إذن هادو هما خمسة ليمو. إذن سوليداريتي 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 سوليداريتي. ركوبي سولمون ليمو دو لا ميم فامي كو سوليداريتي. إذن هنا فقط غادي نجيبو غير الكلمات من عائلة سوليداريتي، يعني اللي عندهم علاقة بسوليداريتي. إذن عندنا سوليديفيكاسيون. إذن سوليديفيكاسيون هو التجمد أو التصلب، إذن هذا ما عنده تش علاقة بلا سوليداريتي. سوليتير، سوليتير يعني وحيد أو منعزل، إذن تاهي ما عنده تش علاقة بسوليداريتي. عندنا سوليدير، إذن سوليدير هنا متضامن، إذن هذه هي اللي غنكتبو. سوليدير، سو سوليداريزي تاهي. Se solidariser, le verbe dire solidarité, se solidariser. Il y a un autre. Isolant, il y a un isolant, ou si il y a un autre, solide, salp, solidairement, bi tadamon. Solidairement. Solidairement. سؤال رقم 3، remplace les mots en gras par un mot de la famille de solidarité. Attention à l'intrus. عندنا solidaire, la solidarité, solidairement, se solidariser. Il faut développer l'entraide. إذن il faut développer l'entraide هي التضامن، التعاون. إذن فينا اللي كتعني l'entraide هي la solidarité, التضامن. إذن le nom la solidarité. Entre les bons élèves, les bons élèves et ceux en difficulté. Les habitants de mon quartier sont toujours unis. يعني هنا كنعني متحدين. إذن les habitants de mon quartier sont toujours solidaires. متضامنين أو متحدين. Il faut toujours s'entraider. يعني خصنا دائما نكونوا متضامنين. هنا الفيرب ديال لونتريد يعني سونتريدي. إذن هنا لو فيرب ديال سوليداريتي هي سو سوليداريزي. سو سوليداريزي. وهكا كنكونوا أتينا على نهاية التمارين الخاصة بحصة اليوم، وشكرا لكم مرة أخرى، وإلى الملتقى بحول الله.